جماعة عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد من موقع جديد هنشرحه تحقيق ربح وتكسب ارباحك من الضغطات او الكليكات. هنشوف مع بعض النهاردة الخطوات من تسجيل لحد لما تبتدي ان انت تدوس كليكات وتعرف ازاي الموقع ده شغال وازاي تقدر تكسب منه. وهنعمل دلوقتي تسجيل قدامكم للموقع. الاول انا عايزكم تخشوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك للفيديو وتكتبوا لي على التعليقات في الفيديو رأيكم ايه في الفيديو، ولو في اي استفسارات تكتبوها لي برضو في التعليقات، وهسيب لكم الرابط للتسجيل للموقع تحت الفيديو هتلاقوه في الوصف ان شاء الله. نبتدي ندخل كده. ده الموقع بتاعنا اللي هسيب لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو، تسجلوا من خلال الرابط تحت الفيديو. اول ما تفتح الموقع معاك انت بتخش تسجل، هتدوس على بابلشر ساين اب، مش معلن، يعني هنا اللي عايز يحط اعلانات او ينزل اعلانات على الموقع بيخش من التسجيل من خلال ال الساين اب دوت يعني. فانت بتدخل انت مش معلن، انت عايز تشوف الاعلانات او انت ناشر، فانت بتخش من الساين اب دوت اللي على الشمال هتلاقيه موجود هنا كده، هتدوس عليه. تمام، هيفتح لك الصفحة بتاعت البيانات، التسجيل العادي بتاع البيانات. هتكتب الفيرست نيم، تمام، لاست نيم، اسمك، اسم الاول، اسم التاني بتاعك، ماشي. بعدين هتكتب تاريخ الميلاد، بعد كده هتكتب العنوان بتاعك، بعدين هتكتب المدينة، بعدين هتكتب البلد، بعدين تكتب الرقم البريدي، وبعد كده هتكتب التليفون، رقم التليفون، رقم الموبايل، وبعدين تنزل تكتب الايميل بتاعك، تكتبه تاني تأكده تاني، وبعدين تكتب الباسورد وتأكد الباسورد بتاعك. معلش، هو بس في كذا سؤال في التسجيل، هو عامل اسئله كتيره يعني، في بيطالب بيانات كتيره في الموقع، فهو انت بتمشي معاه خطوه بخطوه يعني في التسجيل. كل البيانات بسيطه وسهله ومعروفه يعني. هنا بتختار سؤال امان يعني، بتختار اي سؤال وبتكتب الاجابه بتاعته هنا. الاجابه اللي انت عايز تكتبها تكتبها هنا، بس بتبقى حافظها عشان خاطر لو طلبت منك تبقى عارف السؤال الامان بتاعك ايه. وبعدين انت بتقول له انت شفت الكلام ده فين، يعني شفت الموقع بتاعنا فين، يعني لقيته فين. تمام، خلاص. وبعد كده انت بتروح هنا مثلا ايه، كاتب الكود بتاعك، الكود اللي هو بيظهر لك هنا R مثلا 42 WG، بيظهر لك كود على حسب الكود اللي هيظهر لك تكتبه هنا كده عندك. وبعدين تعلم علامة صح هنا كده اهو، تمام، وتدوس هنا ايه، تسجيل. دي كده ايه، انت كده سجلت، عملت حساب ليك على الموقع كده، انت عملت الحساب بتاعك خلاص وسجلت. انت بتدخل من الرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو وبتخش تكتب البيانات ديت اللي بيطلبها منك، تمام. وبعدين تروح ماشي الخطوات زي ما انا شارحها كده وتروح دايس تسجيل. تمام كده، انت عملت ايه، عملت الصفحة الخاصة بيك. هنكمل بقى، انا هوريكم الصفحة بتاعتي اللي انا سجلت بيها ودخلت عملت بيها كليكات، تمام، وخدت بيها ارباح. بس قبل ما اكمل ما تنساش تدخل تشترك معايا في القناة بتاعتي، تمام، اهي، تمام، دوس اشتراك ودوس لايك الفيديو واتبع معايا، لان في فيديوهات كتير جدا 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 هتنزل تاني. هنزل فيديوهات وهنزل حاجات ازاي انت تكسب من الانترنت، ازاي انت تحقق ارباح، يعني ان شاء الله هتكسب معايا، هتكسب ان شاء الله باذن الله. إيه، هنخش بعد كده هنا الصفحة بتاعت الموقع، ده الحساب بتاعي اهو. خلاص، هنا بيقول لك اهو، تمام، ادي الرصيد بتاعي. خلاص،
انا لسه برضو الحساب لسه عامله من كام يوم، 33 سنت. خلاص اهو تمام. انت هنا بيعرض لك بقى هنا تحت كده، بيعرض لك انت ايه الكليكات بتاعتك، الارباح بتاعتك، احصائيات تمام. في هنا حاجة جميلة برضو على الموقع، إثبات الدفع، أو اللي هو بيقول لك إحنا الناس اللي شغالة معانا بتكسب كسبة كذا، شغالة دي أعلى ناس عملت أرباح، اللي هما التوب 10 يعني تمام. أو الأكونتات بتاعتهم أهي. خلاص ده واحد اسمه أدريان من أمريكا تمام، عامل $200. وادي واحد تاني هو عامل $155، وادي حد عامل $50، حد عامل $83، 50. كل دي ناس اكونتات عاملة حساب على الموقع وسحبت فلوس، واحد من المغرب عامل $10 تمام. دي الناس اللي هي كلها عملت حساب وسحبت ارباح تمام. هو بينزلهم اهو على اساس ان هو بيثبت كاثبات يعني دفع، ان هو في ناس شغاله، وان احنا مش موقع نصاب يعني ولا موقع حرامي. الموقع على فكره يا جماعه حقيقي يعني، انت لو دخلت اتاكدت، لو اتاكدت منه على النت هتلاقيه شيء يعني الناس كلها بتشكر فيه يعني، هو عامل رد فعل كويس يعني الناس كلها بتشكر فيه تمام. انت بعد ما بتعمل الكلام ده وتسجل خلاص، ما تنساش هتخش هنا في حاجه اسمها موبايل، تأكيد رقم الموبايل. خلاص بتخش هنا بتأكد رقم الموبايل، انا هنا مأكد الرقم الموبايل بتاعي والايميل بتاعي، شايف هيعمل لك علامة صح كده، انت اكدت الايميل، وهنا كده انت اكدت ايه رقم التليفون. لازم تدخل تعمل الخطوة دي عشان خاطر يفعل لك الحساب بتاعك، يبقى الحساب بتاعك شغال تمام مفيش اي مشكلة. خلاص بعد كده بتدخل بقى هنا كده اهو تمام، على الشمال من فوق العلامة الزرقاء دي كده، تدوس عليها هنا كده هيظهر لك الكليكات بتاعتك والاعلانات اللي هينزلها لك كل يوم. الاعلانات دي بتنزل كل 24 ساعة يا جماعة، شايفين اهو كل 24 ساعة بتنزل الاعلانات دي. خلاص انا هنا مخلص الاعلانات بتاعتي يعني، انا الكليكات بتاعتي، انا الاعلانات اللي نزلت لي النهاردة انا اشتغلت عليها شفتها كلها، فعشان كده هنا فاضي تمام. انا لما بينزل اعلانات بتروح هنا، الكلام ده بيتشال، بيبقى في مكان اعلانات، بتدوس كل ما عليك بتدوس على الاعلان كليك، بيفتح الاعلان معاك خلاص انتهى كده، تنزل لك الحساب بتاعك، ينزل لك هنا الرصيد بتاعك، يروح منضف لك في الرصيد. كل اعلان بيختلف من تاني يعني، مفيش تسعيرة ثابتة، كل اعلان بسعره مختلف عن التاني، والاعلانات بتتجدد كل 24 ساعة، بينزل لك اعلانات جديدة. خلاص انت بتفضل بقى يعني تشتغل على الموقع دوت كده كل يوم يوم، لحد ما بتحقق الحد الأدنى بتاع الموقع، بحيث ان انت تسحب الفلوس تمام. بس عايز تسحب الفلوس بقى، تسحب فلوس مين ازاي؟ انت هنا بتخش بتشوف الاعلانات من هنا كده، بتخش تشوف الايه السحب بتاعك. هو هنا بيقول لي ايه، لازم انت تكون معاك $50 اهو تمام، عشان تقدر ان انت تسحب. انا رصيدي لسه مكملش $50، فانت عشان تسحب $50 بتاعك لازم تكون انت خلصت كملت الرصيد الحد الادنى بتاعك، وبعدين تبتدي ان انت ايه تسحب بقى باي طرق، اي طريقه من طرق، في باي بال، في بيتكوين، في عن طريق حساب البنك، عن طريق وستر يونيون، يعني الموقع موفر طرق كتيره للسحب يعني. خلاص انت بتضيف المبلغ بتاعك وبتدوس ترانسفير، اللي هو بيحول لك المبلغ على طول تمام. دي كده كل الحاجات الأساسية الخاصة بالموقع يا جماعة، ودي الحاجات المهمة اللي موجودة في الموقع، والموقع بسيط وسهل ومضمون وحقيقي، وتقدر تتأكد منه. وديك شفت انا وريتك الناس اللي هي اثباتات الدفع قدامك اللي الموقع منزلها، وانا عامل حساب على الموقع تمام، وانت ممكن تخش على جوجل او على النت تسأل تشوف الموقع ده حقيقي ولا مش حقيقي، تتأكد براحتك تمام. وانا مش بنزل على فكرة اي فيديو شرح او اي موقع من المواقع دي غير لما اكون انا جربتها بنفسي يعني، انا اشتغلت عليها بنفسي وشفتها ودورت عليها وشفتها لحد ما اتأكدت الموقع ده حقيقي شغال كويس، ولا الدنيا فيه ايه بالظبط معايا يعني، بيدفع للناس ولا ما بيدفعش للناس حاجة.
بس اتمنى يعني ان انتوا تخشوا وتشتركوا في القناة عشان خاطر ان شاء الله هنزلكم فيديوهات تانية، وتابعوني كل فيديو ان شاء الله بحاجة جديدة بطريقة جديدة عشان تستفيدوا. تمام، وعايزكم تدعموني بالاشتراك في القناة أهم حاجة، وتشيروا الفيديوهات وتعرفوا الناس وتبعتوا الفيديوهات لناس تعرفوه عشان يتعلموا وتستفيدوا وهم يستفيدوا كمان. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة، وأتمنى إن انتوا تدعموني يعني إن شاء الله في القناة، وتستنوا كل جديد بإذن الله. شكرا، شكرا لكم.